سلام وفاء، عود خبريني ان شاء الله. مع السلامه. سلام. خلينا نمشي من هنا. زين على سيارتك ولا موقفها؟ مو ذاك الشارع الاول ولا الثاني، بالخامس. اي انا دائما اخلي سيارتي بمكان بعيد حتى انزل اتمشى امطيها رجلي، ما يصير بني ادم قاعد بالسياره وقاعد بالبيت وقاعد بالدائره، فلازم شويه يتمشى. هاي حقك بيها. لانه اكثر الناس ما تعرف فوائد المشي شنو. المشي اكبر رياضه بالعالم. صحيح. خلنا اتمشى انا وياك واحكي لك فوائد المشي شنو. يلا نتمشى. أكو فلسفة اسمها فلسفة المشايين. معقولة؟ أفلاطون كان يمشي هواية، وأرسطو هم كان يمشي، لأنه الأشياء المهمة تجي ببال الإنسان وهو يمشي. غريبة. أنت بعمرك سمعتي أكو فلسفة ركاب السيارات؟ نعم. نعم الله عليك، بس أكو فلسفة المشايين. يعني هسه أنا وياك. شنو؟ مشايين؟ خلنا نمشي. وهذا الميز مالك وهاي الآلة التابعة جديدة؟ طبعا جديدة، لأن أنت وياك لازم كل شيء جديد. عماد، قبل ما نبدي أنا يعجبني نحكي بصراحة. ايش ما عندي جهجي؟ يعني انا يعجبني نتفق على كل شيء. مثلا يوميا انا ما اقدر اشتغل اكثر من 4 ساعات. ايمان بصراحه انا اتمنى لو ما نتعامل انا وياك بالساعات. واذا تريدين الحقيقه انا اتمنى لو نبقى نشتغل انا وياك 24 ساعه. الى ان يصير هذا المكتب اكبر مكتب ببغداد. الأماني هسه خليها على جانب، يعني عمليا أنا ما أقدر أشتغل أكثر من 4 ساعات. عمليا صحيح.
زين بدون احراج ممكن اعرف الراتب مالتي ايش قد؟ راتب؟ انت بالنسبه لي اكبر من الراتب. انت راح اعتبرك مساعدتي وشريكتي كل شيء. الاعتبارات واحد والاشياء العمليه واحد. يعني انا اذا اشتغل وياك ويعجبني اعرف الراتب مالتي ايش قد؟ زين انت قولي ايش قد؟ 70 80 90 كيفك؟ مثل لما ينطي غيرك بهيج حاله؟ 80 مثل ما انت تحسب ايش قد يجيك وارد بالشهر، انا هم لازم احسب ايش قد يجيني وارد بالشهر. مو صحيح؟ صحيح. كلش صحيح. بس لكن حتى تعرفين الفرق بين نظرتك انت الي وبين نظرتي انا الك، اسمحي لي اقدم لك هاي الهديه اول يوم تداومين بيها. لا ارجوك يا مانت، هذه القضايا مو وقتها هسه. بس هاي عمليا تفيدنا اثنيناتنا، لان هاي ساعه ممتازه وحتى تضبطين بيها اشغالي والمواعيد مالتي لحد الدقيقه. لان اهم شيء بالنسبه للمحامي شلون يرتب الوقت ماله. اذا هالشكل ما يخالف. شلون تتعب اعصابك يا ويلي؟ شلون اذا انت حارق روحك حرق من ورا قانون قاتون والفايده شقابه منها حجايه طالعه فاتحه بزواج، بس انت تحرق روحك حرق ويلي. لو بس عندي سياره كان كل شيء يبون. والسياره يا ابني مو تريد فلوس؟ قدمت على سلفه وباكر استلف. والسلفه شو تداوي جروح وشو تكفي؟ اقول لك شنو؟ رايك بسياره سلمان؟ سياره سلمان؟ هاي الحجاره اللي عاقطها باب البيت؟ اي مو انت كنت تحكي عليها؟ هي شو اسمها؟ مو اسمها سياره؟ يساعدك ابو بهيه. اهلا سيد عادل، شلون الصحه؟ اشكرك ابو بهيه. هاي سيارتك استكراب. اهو هم قال سكراب. اي عاد هي شنو يا اخي؟ سياره شنو غير سياره؟ هي صحيح سياره بس هي سكراب. انت ما تقولي ليش هاد قريتك ويا هاي السياره؟ شكو عندك؟ لا مو كنا اني وسيد مصطفى نسولف على السياره. إيه؟ واكيد بهدلك تبهدل مو بالله اني وقلت له السكراب وما تفيدك ومن الحكي هذا. لا بالعكس، ليش شنو قابل هو غشيم؟ اني بس اريد اشوفك شنو هاي السياره مشي، وبعدين شكو عندك حكي احكي. شوف هسه شلون راح اشغلها نقرس اللي بتشتغل. باوع تعال. شنو؟ شنو؟ وهي مو قلت لك هاي سيارتك حجاره بو عود هسه قبل شوية كانت تشتغل زين. ها سيد عادل، ها بابت الحجاره بابت. شنو؟ قوم عفوا عفوا تولي قوم 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 هاي سكرة. سيد عادل وننقلها للروايه كلها هذه المصطفى وتنسى جارك العزيز. اني انسى جاري العزيز؟ هي. لو انت تنسى جارك العزيز وتروح تبيع السياره مالتك لابو سميع. اه سيد عادل نسيت الخمس جامات اللي اتكسرت من بيتكم؟ اني انسى؟ انت نسيت من ابن سيد مصطفى فشخ بنتك بهيه؟ لا ما انسى. وخلى دمها بطولها ونقلوها للمستشفى بالاسعاف؟ شو بدي اقول لك سيد عادل؟
أنا لأذيني أبدا ما أنسى أذيته، ولذلك أرد أبيع السيارة إلى، مو بس أرد أذيه، بس أرد أخلي يصيح الغوت الغوت. تعال خلينا نقعد بالمرجوحة وأحكي لك بعد. تعال تعال. تدري أنا ليش أرد أبيع هالمصطفى؟ لأن أنا ملتمها منه وجايبها منه ومعلقها منه ولاحمها منه ومشي. أبو بهير، لازم السيارة مالتك خراب بخراب. طبعا خراب بخراب، من الصالة نصل الدلكو للرادياتر للقليج، كلها خراب بخراب. أبو بهي يعني السيارة هي تسوالها 1000 دينار؟ والله قول 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 800 ولا تخاف. يعني إذا أجا واحد وراد يشتريها من عندك ولح عليك، إيش قد تسوى؟ 700. وللصديق إيش قد؟ يا بهاي 600 همينة ما يخالف. أبو بهي أنا جيرانة جيران العمر، إذا جيت عليك وردت أشتري السيارة مالتك بيش تبيع لي إياها؟ أنطيك إياها بخمسمية. عندي 500 بالبيت أجيب لك إياها؟ بس مع الأسف مع الأسف ما أنا ناطي كلام المصطفى. غير تحكي غير تحكي يا عادل، غير تحكي من أول مرة. شوف أنا شلون على نيتي، هاي رسالة دز لك إياها سيد مصطفى. رسالة؟ جاكم ان شاء الله. هاش بيجهم هاي من الصبح لي هسه صار 10 مرات يدق التليفون وينطبق بوجهي. الو 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 ما حد يجاوبني. ناس ما تستحي لا دم ولا ضمير. الو، هاي من هو؟ عماد ايمان، من هو؟ خليها هسه يروح يخابوا الى ان يشيل عقاله. هو هذا منين؟ واحد غير من دول السايبين؟ زين احنا نريد نخابر، احد يخابرنا شلون؟ هسه خلي يبقى هيك كم يوم الى ان ينقطع البعوض، احنا اذا نريد نخابر نشغل التليفون. والله يا سايره دايره، ناس ما عندها لا شغل ولا عمل ولا ضمير. يوم يوم تعال شوف فيها السيارة سلمان. هسه هي صارت مثل بقية السيارات تشتغل لو ولا طقة. ليش ايش فيها؟ مثل السيارات أول طقة تشتغل نقرا سلف. هذا راويج هاي بشوفك كله من جوا. شوفي شوية منها أخاف تطفر عالية. ما وصل على محمد والي محمد الله وصل على محمد. جبتيها شلون نقرا سيل؟ أول شيء أخابرها في البيت. نجيب التلفزيون مالته، وإذا جايبته أروح أنا إلى أن أتعشى. وش يصير خلينا يصير. أقول عدولي أخاف هذا صبغ السيارة براني. نعم. أقول عفوا براني. خلط الله عليك. هاي بلال ما تقولي لي مبروك. لا يا مولاتي مبروك وألف مبروك وشايف كل الخير. شو هذا؟ بي ماكو حد بيت. يلا عليك وصلنا وصلنا. يلا خذ بقية. يلا. شكرا عيني أشكرك، صارت عليك زحمة. يا معودة. هذا مثل بيتي خالو إيمان. أنا قلت له الإيمان نروح نجيب التلفزيون. يلا روح المكتب. أشكرك عيني أشكرك. خلي أسوي لك فنجان قهوة. لا لا خلاص شكرا شكرا. يلا إيمان. مع السلامة خلاص. مع السلامة عيني الله وياك. مثل ما قلت لك شو؟ أي واحد يسأل علي أنت ما تعرفين أنا وين أشتغل؟ ليش يا بنتي؟ مثل ما قلت لك يا يوما، أنت شو تعرفين عني؟ أعرف أتصرف لو لا؟ لا أعرفك شاطرة وقدحة. مع السلامة مع السلامة الله وياك. شلون الحال؟ بدنا تصير عندي سيارة؟
إيمان ما موجودة بالبيت. ابني الأيام هواية. يوم هالمرة راح أشيلين سفرات أنت وياي خليج مصدر ونفطر. الله يكرم وليدي الله يكرم. ولا تنسين المسواك راح أخلصك من العلاقة على راسك وتفطرين بالسوق. اي والله حتولي ترى هالزين ذكرتني ترى احنا بالبيت كل شيء ما عندنا ريد دجاج وبيض ولحم. ولا يهمك هسه نطلع انا وياك للسوق ونشتري البيض والدجاج واللحم ونجي. لا 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 باكر ما بترجع من الدائره الظهر روح للسوق. هذه اول دفعه من اوراق الضمان. شكرا. وبالنسبة للدفعة الثانية لما أردت سد أوراق أم مازن. باكر لا تنسى عندك الساعة 9 دعوة جزاء والساعة 12 عندك موعد ويا أستاذ قحطان. أما بالنسبة لأم مازن إيمان هاي شبيك؟ إيمان أنا ما تعرف ما تعرف ليش تصيرين هنا كأنما إنسان آلي. إنسان آلي؟ يعني بس أرقام جداول ومواعيد وطابعة. أنا محتاج وياي الإنسان يشاركني كل شيء. يعني من أفرح تفرح وياي ومن أنقهر تقول لي شبيك مقهور. سامحيني يعني بس ما أريد هذا الجو الرسمي بيناتنا. أنا هم ما شايفتك في اليوم فرحان حتى أفرح وياك ولا شايفتك في اليوم مقهور حتى أنقهر وياك. أنت هم قضايا ومواعيد وأوراق لا تنسى انت هم انسان آلي. اشترينا سيارة ترتيب تسوقين تسوقين كل شيء تسوقني هاي كافية بعد بس طابق مليانة هالسيارة خلصي من العلاقة شايلتها على راسك مو مليانة هالسيارة طابق وما تعبتي عباتك شباب وين؟ مخاف من هاني نباعي وده ما وشك تلماني منها
معي. تعالي قعدي سوقي بمكاني. سوق مكانك شو؟ اسمعي، انا راح ادفع. اصيح واحد اثنين ثلاثه، انت شيلي رجلي من الكلتش، هي راح تشتغل. تعال. بعد ما بيحس بس موتتني نقضتني يا يابا. يما انا بهية يما ناوشيني قلاص مي دبل للريقي، ناوشيني قلاص لما في الريقي يا يابا. خير استاذ عادل؟ يابا شوفي شوفي سيارة ابوش شوية ما ينطيني. يا استاذ عادل انت اذا تعرفها هالشكل ليش تشتريها؟ هسه اجيب لكم السيارة. صارت سيارتكم ماني مالي لازم، مو كل ما يصير بها شيء وتطلعوا لساكم علي. هذا شو الحكي هذا؟ منو مطلع لسانه عليك؟ صار لنا 4 ساعات ندفع، شوف انه واحد يصلحها ما قايل شيء. والله هذول المصلحين يروحوا عليهم، شنو قابل اني مصلحكم مو مصلح؟ الله لا يوفقك ان شاء الله. شفته شلون ده يحكي لك؟ مو قلت لك قشمروك اسمعك كلام، تاخذ لك سيارة تراك، سيارة تراك تاخذها. تندخلها ما بي حل، بعد ادفع ما بي حل، مو متت نقمت. الخضرة مالتها عندي موعد. الله يخليك اشتغلي. وما ادري ايش وقت ترجع. ما ادري شنو قضيتها. خاله ما تفهميني. دي تفضلي يما، تفضلي قعدي. تفضلي.
سوية. إذا هي ما شافتني تجي تشوفني. خالفة فهميني شنو القضية؟ بس هي تقول البارحة شافتنيش بالحفلة مع سلوى. يا خالة شفتها خمس دقائق وراحت طلعت مثل الزيبر. شفتيني يا عيمة؟ خلاص هي ذاك اليوم قالت أنا عندي أشتغل العصر إن شاء الله مو؟ خاف تشتغل؟ بس ليش ما قلت لي هي وين تشتغل؟ والله يا ماما أدري عيني علمك خلفوا تسوي لك قهوة. خالة ترى أنا كنت ضايجة بالبيت. جيت اشوفك واشوف ايمان. اهلا وسهلا نفسك. قانون وما عنده تقرا كتب القانون هالايام. شنو القضيه؟ خاف تريد تصير محاميه؟ وتقول لي التليفون خربان. يوما التليفون خربان؟ لا خالة ما خربان. شوفي بس الواير مؤخرته من عنده. شوف الصدفة. الو اهلا وسهلا. لا والله ايمان ما موجودة. انا صديقتها. اي أنا وفاء. بس شلون عرفت أني وفاء؟ دا أقول لك شلون عرفت أني وفاء؟ منو؟ أنا فوزي. إذا أمكن إذا أمكن وفاء أريد أشوفك. العفو عندي شغل كلش مهم. عندي سؤال واحد مو اكثر. ارجوك وفاء سؤال واحد مو اكثر كلش مهم. الله يخليك. زين باكر انتظرك براس الشارع. زين ما يخالف. باكر. اي باكر بسيطه. مع السلامه. القهوة نأجلها اليوم ثاني. بنتي خاف هذا الدي ضايق إيمان يومية. يجوز هو بس راح أروح له وأشوف ليش دي ضايق إيمان. بنتي لترحين أنا خاف عليك. لا تخافين خالة. مرحبا بهية. اهلا استاذ عادل. ابوك موجود؟ اي بلي موجود. اصح لك اياه؟ اي والله عندي شغل وياه. اي يابا بلي منو جاء؟ استاذ عادل يابا. استاذ عادل؟ اي اهلا استاذ عادل. الله يسعدك. جيت اسالك على مود البيك اب مالكم. شنو جاي تشتري لي البيك اب؟ اعوذ بالله، انا بعد اشتري بيك اب من عندك لو سياره؟ لا هذا شبي البيك اب مالي؟ بس اقول يعني باكر شو وقت فارغ؟ باكر يعني قبط الصبح عندي تحويله مال بيت جديد وارجع العصر. للساعه بيش؟
ثلاثة بالأربعة. إيه عندي شغل بي. شنو هو؟ عندي شوية غراض أريد أنقلهن، وش تطلب ببطن عين. عندك هذه؟ نعم. مساء الخير. من هاي ما كنت تقبلين تقولين وين تشتغلين؟ بصراحة وفاء، أنا كنت خايفة من هذه. كنت خايفة تجيني وتشوفيني أشتغل ويا عماد وتصورين أني دا أخذة من عندك. لا وفاء، أنا علاقتي بعماد علاقة عمل وبس. اسألي ماكو داعي أسأل. أنا أعرف شلون تفكرين وأعرف شلون تصرفين، بس ما كنت تظن أن تصرفاتك توصل لهذا الحد. أنا محتاجة ودا أشتغل، ما بيها شيء. أكو 100 شغلة، أكو 100 محامي غير عماد. لا، عماد شاب وسيم محامي، وقبل فترة ترك بنية كان يحبها وكان لازم يعوض بمكانها. وفاء دا أقول لك اسألي. أنتوا اثنيناتكم نفس الشكل. إي اثنيناتكم نفس الشكل، تعرفون شلون تصرفون عواطفكم مثل ما تصرفون شيكات. حساب شكل ومكان شكل. أنتي ما قلتي لا أحبك مو؟ بس تعرفين ليش وقت تقوليها؟ حتى لو اقول له وفاء، ما من حقك تتدخلين بحياه عماد، لان اتصور علاقتك بعماد انتهت. امونه انتهت صداقتنا بسرعه نسيتيها؟ انت عماد تدري هذا النموذج كل شيء يفيدك عماد. هاي اللي تحبك صدق، هاي تقدر تخدم مستقبل مالك. التليفون قولي لها اني ما موجود. لازم انقلبت. مو انقلبت، اني ما اريد اشوفها ولا احكيها اذا ما اشتري السياره. الو؟ لا عيني ما موجود. وين راح؟ يعني ما تدري وين راح؟ زين خالة، لما يجي خلي خابرني. زين تسلمين، شكرا، مع السلامة. العفو. إيمان أرجوك أن تفهميني، أنا من الأول مخلي بالي إن وفاء راح تعرف بالشغل مالك. ولهالسبب أنا ما قبلت من أول مرة وترددت. وهذا هم ما كان أكو داعي له، لأنه كل شيء بيني وبين وفاء انتهى، بعد ما لحق. عماد لا تنسى وفاء صديقتي. وأنت يعني شو مسوية؟ أنا سحبت نفسي من وفاء قبل ما تشتغلين عندي. لا ليش هيك ما حكيت قدامها؟ ليش خليت الحكي علي اني بس؟ لانه بصراحه ايمان اني الى هسه ما دا اعرف شنو موقفك مني. اني لو اعرف شنو مشاعرك بالضبط كان اني اعرف شو اقول للوفاء. انا قلت لك بوقتها المشاعر تجي على كيفها. زين؟ واني هم بعد كل شيء ما احكي لك، بس بشرط دبين الجنطه
ترجعين لشغلك. لو تدري شلون وفاء راح تنظر لي نظرة. وفاء ما لها حق بأي شيء إيمان. وفاء مسؤولة عنك. هاي حياتك أنت ومستقبلك مو مستقبلها هي. أستاذ عادل ترى أني بعدني ما قلت للأبويا. أستاذ عادل الكتب مالتك بيش راح تبيعهن؟ بحدود 2000 دينار. دلوني على فالصديق صديق يعرفون واحد تاجر مال كتب قديمة. ها زين شنو رأيك أستاذ؟ يعني أني أداينك 2000. أنتي؟ إي أني. شنو أستاذ؟ عبالك أنا ما عندي فلوس؟ ترى أنا المصرف مالتي أستاذ كله على أبويا، والراتب مالتي من إيد المحاسب الصندوق التوفير، وأنا صار لي طبعا 5 سنين أشتغل وعندك الحساب. أقول بهية أنت ليش تردين تدينيني فلوس؟ مو دا أشوفك مقهور أستاذ وأني هم مقهورة. لا أنا أشكرك، لأنه إذا أخذت من عندك الفلوس متأكد بعد 5 سنين ما أقدر أرجع لك إياها. إي أستاذ وشكوا بيها يعني؟ لا أنا أشكرك أشكرك. لا أنا ترى دا أحكي حكاية صدق أستاذ عادل، مو حكاية برانية. تدرين بهي أنت يعني أنا صار لي هاي أول مرة أن أتكلم وياك هيجي كلام طويل، وأنت فد إنسانة عظيمة. هذا اللي اسويها دربين همينه. اجيبه اجيبه. شربت مي؟ لا يا بلا. جيب لك؟ شو اسوي؟ ما عطشان، ايش لك جيت وياه يشرب مي يشرب مي. الارض اليابان هاي شنو يا بيت؟ الارض اليابان هاي شنو؟ جغرافيا؟ قصيدة. قصيدة هاي كلها قصيدة واحدة؟ أم عود هذا يا بطران اللي يقعد يقراها كلها 4 دراهم. لها أرض اليباب 4 دراهم؟ شنو قابل هي أرض السواد لو شنو؟ الله يخليك ما تخلي ده نشتغل؟ هاي بعد سنة ما نخلص إذا كل سعفاس. الكومي شنو هاي؟ كوميديا على الجزء الأول والثاني والثالث، شوفوا شلون جديدة. مرة واحدة قريتهن. هاي بس الاسم مالها يا الراجل، سنة الواحد يلا يقدر يقرأ. دينار ونص. 3 أجزاء دينار ونص؟ لا شنو؟ نصهن؟ الضفادع بالله هو هذا اسم مال كتاب، هذا حتى للشهية هميسته. هذه مسرحية وبعد أتعس الناس بزعانة من المسرحيات. درهمين؟ شلون درهمين مسرحية بدرهمين؟ أخويا انت تظل كل ساعه فاز كل ساعه وفاز، عبالك دا يبيع الماز؟
إذا البخلاء عشنو نكات على البخلاء يعني ألف نكتة ونكتة يا نكات على البخلاء هذا الجاحظ وشنو يعني الجاحظ وإذا الجاحظ يعني أشو أنت كل شي شايل لهم الجاحظ سبع دراهم شلون بسبع دراهم ديوان المتنبي 12 درهم ديوان المتنبي ب 12 درهم اخويا ادري المتنبي اسمه رنان وتجاري لكن شوف شوف الغلاف ماله شلون مرعد يلا احكي ديوان ابن الرومي هذا شنو الدورة هذا هم شاعر اي هذا شاعر عظيم العظمة لله اخي العظمة لله 10 دراهم ترى هذا مو صحف من عندك هذا تحسبه علي ب10 دراهم الو مرحبا عادل موجود ما اجى زين شكرا سبعتاش درهم واحد ونص اثنين الا ربع 6 دراهم هسه عاد احسب وشوف ايش قصارن اخويا تشيك الحساب ويانا لو تعتمد على ذمتنا وضميرنا أنا دائما أعتمد على الذمة والضمير بارك الله بيك بارك الله بيك أحسنت هاي شنو ديوان ابن الرومي الجزء الثاني عندك يا اخوي عندي انا عندي بس الجزء الاول ايش قد دورت على الجزء الثاني بالسوق ما لقيته حرامات حرامات لو بس مسوي لك مره يمي انا كل التحف تلقيها يمي قل لي هذا ايش قد سعره ايش قد سعره ايش قد سعره يعني ابن الرومي هو عندك الاحساب ابو الحسن علي ابن العباس الرومي أعظم شعراء القرن الثالث الهجري وأعظم شعراء الوصف بتاريخ الأدب العربي شاعر شاعر النكتة والهجاء والتوليد وشاعر الغزل الكبير صاحب وحيد المغنية يا خليلي تيمتني وحيد ففؤادي بها متيم عميد غادة زانها من الفضي قد ومن الظبي مقلتان وجيد وزهاها من فرعها ومن الخدي نذاك السواد والتوريد أوقد الحسن ناره في وحيد فوق خد ما شانه تخديد فهي برد بخدها وسلام وهي للعاشقين جهد جهيد أخويا لو ترجع يمي هيك شعر ما يتقيم بفلوس يعني ايش أرد أقول لك سعره 1.5
حرامات، اثنين حرامات، جيب ثلاثة وشايف ألف خير. سيد سلمان، أنا أعتمد على الذمة والضمير، تشيك الحساب زين. صار سيد عادل. مساء النور، اهلا وسهلا.